طيب عندنا قصة أخرى أثارت جدلا كبيرا وواسعا النهاردة، وأنا في رأيي أنه جدل محمود أو جدل إيجابي، مش القصة هي الإيجابية، الجدل هو الإيجابي علشان نعرف إحنا قد إيه ملتزمين بالقانون رقم واحد، رقم اتنين نعرف قد إيه إحنا غاليين يدفع فينا فلوس بالبلدي كده. فاهمين أنا قصدي إيه؟ طبعا مش هتفهموا غير لما أقول لكم القصة. القصة أن في محامي محترم تقدم النهاردة إلى الأمين العام لمجلس النواب بخطاب رسمي، معنا صورة منه وصلت للحياة اليوم، نسخة منه. الجواب أهو جاي من مكتب المحامي الأستاذ عمر هريدي، المحامي بالنقد والدستورية وكذا كذا كذا. في ثواني كده هقول لكم السطور المهمة في الجواب. بعد التشريفات والتحيات والتهنئات نتوجه بالآتي: لقد تابعت المحطة الفضائية. هتقولوا لي انهي محطه فضائيه؟ هقول لكم والله ما اعرف، هو قايل كده بس. وحتى اللحظه دي السيد المحامي عمر هريدي مش راضي يفصح عن المحطه الفضائيه اللي هي موكلاه. لقد تابعت المحطه الفضائيه وقنواتها المتنوعه انتخابات مجلس النواب، واعدت تقارير براي المواطنين حول ما اسفرت عنه مش عارف ايه. وقد تلاحظ من المتابعه الميدانيه والتقارير ان مجلس النواب المصري قد دلف بداخله، يعني عين او انتخب بداخله يعني، او دخلوا عدة شخصيات عامة في شتى المجالات تحظى بنسبة متابعة ومشاهدة كبيرة خلال اطلالها على السادة المشاهدين في القنوات، وتفرد لهم الصحف مساحات كبيرة. ومن هذا المنطلق تود المحطة الفضائية اللي هو بيتكلم عنها في التعاقد مع مجلسكم الموقر على البث الحصري لوقائع الجلسات والاجتماعات وعمل اللجان وتغطية كافة كواليس عمل المجلس الأخرى. وفي سبيل ذلك نعرض على المجلس الموقر الاستحواذ على البث الحصري بنظام الشراكة في المدخول المالي مع تقديم تأمين بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. خدتوليش بالكو؟ تأمين بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، رهن تصرف وتحت إمرة المجلس طوال التعاقد وبدون تحفظات، والعرض ساري لمدة أسبوعين، ولو وافقتوا من حيث المبدأ نقعد وندردش في المام شعب إيه. مقدمه لسيادتكم الوكيل القانوني المحامي عمر هريدي. 100 مليون دولار يعني حوالي كده لو بسعر البنك المركزي يبقى 793 مليون جنيه مصري، لو في السوق السوداء عند مش عارف مين الركح يبان ولا كذا حوالي 860 مليون جنيه مصري. مجلس النواب، عشان كده لما اصدرت معاكم في الاول وقلت لكم احنا غاليين ونستحق ما كنتش بهزر. النائب والكاتب الصحفي وصديقنا العزيز الاستاذ مصطفى بكري، مساء الخيرات يا مصطفى بيه. استمر مساء الخير، ازاي حضرتك يا ريس؟ الحمد لله يا فندم. طب مجلسنا يسوى اهو، في ناس بتدفع فيه 800 مليون جنيه. يعني الحقيقة أنا مستغرب من هذا العرض، هذا عرض يعني يستهدف السيطرة على المجلس وعلى أعماله وعلى كواليسه، ويستطيع أن يدخل الغرف المغلقة واللجان النوعية لينقل ويبث أخبارا حصرية. ربما لو اعترضنا في بعض اللحظات وقلنا أن هذه الجلسة سرية ربما يرفع علينا قضية ويقول ان العقد لم يتناول هذا الامر، وان من حقنا الاطلاع على كل كبيره وصغيره. وانا مستغرب ان هناك قناه عربيه، واعتقد انها قناه لها فرع كبير في مصر، وما ظنيش هي الام بي سي، لان سالت الام بي سي النهارده قالوا لي مش هم، والعربيه قالوا مش هم. فواضح ان في قناه كبيره موجوده في مصر يبدو انها لسه بتفتح جديد او حاجه زي كده. وقدمت هذا العرض، ومن الغريب بس ياخد بالك يا استاذ مصطفى، انا الجمله اللي توقفت عندها قال لك انه القناه او المحطه وقنواتها المختلفه، يعني واضح انها شبكه تلفزيونيه مش مجرد محطه واحده. طبعا واضح. وفي نفس الوقت ايضا لما بشوف على هذا الكلام ويتقال انه قناه فضائيه ولا يقال اسم هذه القناه، وكان الامر مريب. صحيح صحيح. يعني انا بفتكر لما يبقى الامر واضح ومحدد بيتقال ما هي القناه دي طبعا، ولكن كانه يريد ان يخطف هذا العقد ويوقع عليه ثم بعد ذلك يفصح عن ما هي هذه القناه. صحيح وأنا صحيح. وانا الحقيقه مندهش من هذا العرض،
ومن الطريقة التي قدم بها، وأنه يدفع أكثر أو ما يقارب المليار جنيه. طيب خليني أقول لك يا أستاذ مصطفى، قبل ما يعني أدردش مع حضرتك، في رأيك الشخصي عشان نحسم الموضوع، في تصريحين طلعوا. التصريح الأول طلع من الأمين العام للمجلس مجلس النواب أحمد سعد الدين، وقال فيه أنه بحكم لوائح وقانون المجلس ليس من حق أي فضائية خاصة، سواء على فكرة كانت عربية أو مصرية، أن تأخذ بثا حصريا لجلسات المجلس. فده قطع الشك باليقين. رقم اثنين، أعتقد منذ قليل السيدة صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون أعلنت أنه تم اتخاذ قرار بأن جلسات مجلس النواب لن تذاع على الهواء أصلا. يعني واضح أنه في قرار هيتخذ بأنه بيبقى فيه يعني مختصر من جلسة المجلس يوميا وتذاع على شاشات التلفزيون المصري. أعتقد أن ده الاتجاه، يعني القول بأن جلسات المجلس علنية كما نص الدستور لا يتصادم مع القرار إلا أعلنته السيدة صفاء حجازي. أيوة. لأنه بالتأكيد ستسجل الجلسات يوميا مدة ساعتين أو ثلاثة وتذاع وتبث بهذه الطريقة. ليه؟ إحنا الحقيقة شفنا في برلمان 2005-2010 وشفنا في برلمان 2012 استعراضات غير عادية، تضييع لوقت المجلس غير عادي، ومحاولة استهلاك الوقت والاستعراض من بعض النواب. فالحقيقة على فكرة يعني وده تخوف في المجلس القادم انه يبقى برلمان العنتريات يا استاذ مصطفى. طبعا طبعا، وهتحصل فيه ازمات كتيرة. فمن الافضل لنا ولصورة المجلس ولصورة المجتمع في هذا الوقت ان تسجل ساعتين او ثلاثة يوميا تتناول اهم النقاشات الجادة واهم القضايا المطروحة واهم الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات. انا بعتقد ان ده مهم لنا. لكن عايز اقول انه لما تيجي قناة ايا كانت جنسيتها وتقول انها عاوزة تاخد ده حصري حتى لا تشرك معها حتى القناة المصرية، الحقيقة ده استهانة غريبة جدا ويدعو للريبة بمصر وبمجلس النواب، وده يدعو للريبة. وانا بحذر من هذه القناة الحقيقة. تمام. ده كان ده اسلوبها وبدأت معانا كده، انا بحذر منها. بس ده يستدعي ان احنا نحاول نعرفها الاول عشان نعرف نحذر منها. لما نتكلم عن كواليس المجلس ومتابعة كواليس ما يدور في الجلسات، صحيح صحيح صحيح، ايه اللغة دي؟ ده في بعض على مواقع التواصل الاجتماعي شايفين انه نوع من انواع يعني التجسس والتدخل في شؤون الدولة الداخلية بطريقة غير مباشرة. يعني ما بقاش الا مجلس النواب كمان يبقى عرضة للبيع والشراء. هذا صحيح. عرض مرفوض، و يعني اتمنى بالفعل ان نعرف مين هي. بس خلينا نبقى واضحين برضو علشان ما لا يساء فهمنا يا استاذ مصطفى، ان احنا بنرفض هذا العرض مش عشان احنا عندنا مجلس نواب عايزين نداري حواراته او نداري جلساته، بالعكس ده احنا بنطالب اتحاد الاذاعه والتلفزيون في التسجيل اللي هيعمله انه يعرض كل وجهات النظر وكل طبعاً الافكار طبعاً تبقى مطروحه طبعاً وبتوازن وبعداله. طبعا، والا تاني يوم الناس هتتكلم في البرلمان. أحسن. هتقول أحسن. يعني ليه هذا الاستجواب ما جاش وليه هذا الكلام ما ده كلام مظبوط. طيب في ثانيه معلش هعطلك يا استاذ مصطفى لانه موضوع مهم. الحقيقه انا كنت سمعت حضرتك من حوالي 5-6 ايام في احدى المداخلات التلفزيونيه لما كان بيتكلموا عن ائتلاف دعم الدوله، وحضرتك قلت كده لفظا وانا سمعتها، قلت ان احنا بنفكر في تغيير الاسم. وانا طلعت على مدار الاسبوع اللي فات وقلت انا مبدئيا مع ائتلاف يبقى يمثل تيار غالب في المجلس عشان ما يبقاش فيه برلمان العنتريات، بس انا ضد الاسم تماما لانه بيقصي الاخرين من فكرة دعم الدولة. فليه تباطأتوا في تغيير الاسم وواضح ان انتوا مستمرين عليه؟ اولا الاسم ليس مقصودا به يعني ان احنا نبقى مع النظام، لان هناك خلط للاسف عند بعض الناس بين الدولة وبين النظام. وليس احتكارا لينا مساندة الدولة، بس الاسم بيقول كده يا استاذ مصطفى. زي المصريين الاحرار، هل حزب المصريين الاحرار كلهم احرار هم بس الاحرار ولا المجتمع كله؟ لكن مع ذلك انا اقترحت اسم ائتلاف دعم الدولة الوطنية، وغيري اقترح ائتلاف دعم مصر، وغيرنا مع ائتلاف دعم الدولة المصرية. يوم الجمعة استاذ تامر ايوه هتتعرض كل وجهات النظر والاغلبية هنلتزم. يعني يوم الجمعة هيحصل تصويت على الاسم هيطرح بتاع الائتلاف، هيطرح الاسم وقرار الاغلبية هيمشي على الكل. طيب ممتاز، لان انا لا احب ان نكرر اخطاء الماضي سواء في فكرة حصر جماعة الاخوان المسلمين على امة المسلمين او حصر مش عارف ايه. لا حد يحتكر الدين ولا حد يحتكر الوطنية ولا حتى دعم الدولة.
بالتأكيد نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري على هذا الكلام اللي خدنا منه معلومات مهمة. طبعا هو أنا متفق مع أستاذ مصطفى أن هذا العرض مريب، العرض بتاع شراء البث الحصري لجلسات مجلس النواب مريب، مريب جدا، وزي ما القاعدة بتقول يكاد المريب أن يقول خذوني، يعني الجواب بيقول فيه هنعمل كذا وحنخش جوه الجلسات واللجان النوعية وكذا كذا كذا، لكن مين احنا؟ مستر اكس. هو في حد عايز يشتغل في النهار مش في قناة النهار، عايز يشتغل تحت الشمس يعني، وعايز يشتغل بوضوح وعايز يعمل عمل إعلامي محترم عادي ما فيهوش حاجة ويداري نفسه؟ عارفين محطة المحطة السرية، محطة الصواريخ السرية بتاع مش عارفين المطار السري دي، برضه التلفزيون السري، حاجة الحقيقة تدعو للريبة. وأنا أدعو من هنا من هذا المنبر على الهواء مباشرة أهو الرجل المحترم المحامي عمر هريدي، وأنا أعرفه بس هو الحقيقة قافل تليفونه من الظهر، أنا أدعوه للوطنية، أنا أدعوه للعودة للمصرية لمصريته، ويقول مين المحطة الفضائية. كونه الوكيل القانوني والمحامي لهذه المحطة على عيني وراسي، وده شغله ومحدش يقدر يتعبقه، ولو طلب منه من المحطة إنه ما يقولش ما اعتقدش انه يجب ان يوافق على هذا، لان الموضوع هنا يخص امن قومي مصري، جلسات مجلس النواب ولجانه. انتوا بتتكلموا على لجانه، يعني في لجنه جوه مجلس النواب اسمها لجنه الامن القومي، تخيلوا ان المحطه الفضائيه العربيه هيبقى عندها لوحدها بث لجنه الامن القومي، سواء زعته ولا ما زعتوش دي حاجه تانية، بس في النهايه التسجيل عندها. تخيلوا اسرارنا والميزانيه العسكريه وهنحارب ومش عارف ايه، تبقى عند الدوله الصديقه، والله ما اعرف هي مين ولا حتى عندي ربع تصور. هتقولوا لي انت بترمي على الجزيره، اقول لكم ما اعرفش، هتقولوا لي على ام بي سي، اقول لكم ما اعرفش، هتقولوا لي على روتانا، اقول لكم ما اعرفش، اقسم بالله ما عندي خبر. لكن في كل الاحوال ما ينفعش، حتى لو قناه الحياه اهو اللي انا فيها تقدمت بهذا العرض لبث حصري جلسات مجلس النواب، هرفض برضه. مجلس النواب ملك للشعب المصري، والشعب المصري لديه إعلام ولديه قنوات اسمها قنوات اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومبنى ماسبيرو، في حالة مرض شوية لكن الكبار يمرضون ولا يموتون، هو ده تلفزيون الدولة، تلفزيون الشعب، الباقي بقى يقسم التورتة في القطاع الخاص زي ما هو عارف.